السلام عليكم طلابي الأحباء، درسنا اليوم يا ثاني تقريب الأعداد إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100. هيا بنا يا ثاني فلنبدأ شرح الدرس. سنتعلم في هذا الدرس يا ثاني كيف نقرب عدد مكون من 3 منازل لأقرب 10 أو لأقرب 100. الآن لو سألنا أنفسنا، اشترت أسرة ميسون ملابس بمبلغ 147 دينار، فكم دينارا تقريبا اشترت أسرة ميسون؟ هيا بنا لنتعلم. التقريب عملية أقرب بها الأعداد إلى مضاعفات إما العشرة أو المئة كالآتي: بأن أقرب العدد 384 إلى العدد 400، أو أقرب العدد 347 إلى العدد 350. كي أقرب العدد إلى أقرب عشرات أو مئات، أتبع الخطوات التالية. هيا بنا. أولاً نحدد منزلة التقريب. سأقرب إلى منزلة العشرات أو منزلة المئات. ثانياً أنظر إلى المنزلة الواقعة إلى يمين منزلة التقريب، فإذا كانت 5 أو أكثر أضيف 1، أما إذا كانت أقل من 5 أبقي منزلة التقريب كما هي. ثالثاً أضع مكان المنازل إلى يمين منزلة التقريب جميعها أصفاراً، مثلاً 673 سأقربها إلى 100، أنظر إلى 6 قبلها 7، و7 أكبر من 5، إذن أضيف 1 إلى 6 فتصبح 700. 562 منزلة التقريب هي العشرات، 6 قبلها 2، إذن لا أضيف 1 فتصبح 560. الآن يا ثاني كيف أقرب عددا مكونا من 3 منازل إلى أقرب 100؟ لنتعلم. لو كان لدينا العدد 561 أريد تقريبه لمنزلة المئات، فأحدد منزلة المئات، إذن هي 5، قبلها العدد 6، والعدد 5 أقل من العدد 6، إذن أضيف إلى منزلة المئات 1. جميع المنازل على في يمين منزلة التقريب تصبح أصفاراً 0، وأضيف إلى منزلة المئات 1 فيصبح التقريب 600. أحسنتم. نأخذ مثالاً آخر. 827 منزلة التقريب هي 8، والمنزلة التي قبلها هي 2، والخمسة أكبر من العدد 2، إذن لا أضيف 1 فيصبح الأعداد على يمين منزلة التقريب أصفاراً، إذن يصبح العدد 800. أحسنتم يا ثاني. وهكذا يا ثاني نكون قد انتهينا من درسنا تقريب الأعداد إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100. أتمنى يا ثاني أن تكونوا قد استفدتم من درسنا وتعلمتم كيف نقرب الأعداد إلى أقرب 10 و100. دمتم بخير يا ثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.